ضيفتنا في ساعتنا الأولى الفنانة لميا الرياحي باش تحكي لنا على عرض أهلا رمضان اللي باش يكون إن شاء الله نهار 23 أفريل الجاي في مدينة الثقافة مسرح الجهاد. شنو فيه العرض؟ شكون باش يكون حاضر فيه؟ شنو باش تقدم فيه كمحتوى واسمه أهلا رمضان سيغتانمون مناسبة شهر رمضان؟ هذا كل تحكي لنا عليه لميا وتحكي لنا زيد على جديدها. لميا مرحبا بيك معنا على موزيكا فام في رمضان شو. مرحبا ليندا عسلامة أنت وكافة المستمعي إذاعة موزايك أف أم. شكرا على الاستضافة عزيزتي. شكرا. مرحبا بك لميا نورتنا اليوم في الليميسيون. أهلا رمضان يظهر لي كيما اسم العرض باش يكون المحتوى زادة كيف كيف الإطار هذايا. نذكر باش يكون نهار 23 أفريل الجاي إن شاء الله في مدينة الثقافة مسرح الجهات. شنو الموسيقى والعرض اللي باش نراوه وهل أنه باش يكون زادة أونديو مش وحدك هكا ولا؟ أكيد إن شاء الله باش يكون عرض أهلا رمضان من أول العرض لآخر العرض باش نكونوا موجودين على الركح أنا وفيصل بمصاحبة فرقة كبيرة من أمهر العازفين في تونس بقيادة هاني دمق الأستاذ الموسيقار هاني دمق. باش يكون العرض في شكل حوارات غنائية لأهم المدارس الموسيقية الشرقية والتونسية كل ما قيل في بخصوص شهر رمضان. التواشيح الأغاني اللي نعرفوها اللي تربينا عليها ممكن كبرنا عليها كما فما مثلا من 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 الحاجات اللي باش تتغنى ان شاء الله أغنية باسم أهلا رمضان جانا رمضان جانا اللي هي معروفة الفنان الكبير محمد عبد المطلب. والعرض اسمه أهلا رمضان باش يكون ان شاء الله المحتوى فيه الشرقي التونسي فيه ان شاء الله باش نغني اي نعم باش نغنيه ايضا الحاج الملوف التونسي باش نمسوا شويه الملوف التونسي باش يكون باش نغنيه زيد الاغاني الصوفيه في شكل كل ما تغنى للاولياء الله الصالحين اونديو وفما رقص فما شكون فما معني كوريغرافي باش تكون موجوده على المسرح ان شاء الله معنا. فوالا يعني عرض كامل ومتكامل. الكوريغرافي باش تكون في اغاني معينه ولا على كل العرض؟ في اغاني معينه في اغاني معينه اللي هما اولياء الله الصالحين اللي هما اربعه خمسه حاجات الاولياء الله الصالحين باش يكون معنا مرافقة كوريغرافية إن شاء الله في شكل رقص إن شاء الله بإذن الله. فوالا دونك الحسب اللي فهمنا يعني في العرض كله باش يكون في إطار شهر رمضان الفضيل ولا باش تغنيوا بعض الأغاني الخاصة ولا باش يكون الكل خاص بشهر رمضان؟ ممكن حسب الطلب أغاني خاصة إذا طلبونا بحاجات اللي تعرفنا بهم بتاتخ ولا حبونا الناس فكل الحوارات الغنائية اللي عرفونا بهم ممكن. أما الكونسيبت الأساسي هو أهلا رمضان في جو حلو في أرقى متقال في الشرق في الشرقي الأم كلثوم سعاد اسمهان سعاد محمد الجو هذا الكل باش نغنيه إن شاء الله في شكل حوارات غنائية الكل أونديو الكل أونديو مع فيصل الرياحي. دونك العرض هذايا أهلا رمضان باش يكون نهار 23 أفريل الجاي في مدينة الثقافة في مسرح الجهات. هل أنه بخلاف مدينة الثقافة أهلا رمضان باش نراوه وإحنا مازلنا باش نعملوا معناتها 15 يوم أخرين في شهر رمضان إن شاء الله الفضيل باش تعملوا به دوره جوله عندكم دوت خدات في بلايص اخرين؟ عنا ان شاء الله دات احنا تو تركيزنا الكل على نهار 23 ما عنا ان شاء الله دات ولا اثنين اخرين الحقيقه ان شاء الله باش يكونوا بعد العرض هذا اللي هما باش يكون قريب للعيد. فوالا في بعض يعني البلايص الاخرين ولايات داخل الجمهوريه ان شاء الله. لميا الرياحي فيصل الرياحي دونك اونديو في العرض هذا ولكن اعمال القادمه زاد فيها كولابوراسيون بيناتكم. شنو جديد بعد شهر رمضان ان شاء الله؟ احنا قادمين على موسم الصيف بعد عامين حسره وعروض فنيه مسكره. نتصور فوزافي بروفيتي باش حضرتوا شويه خدمه. الحمد لله ان شاء الله حاضرين ان شاء الله السنه باش بعد رمضان باش يصادف ان شاء الله انه باش تكون عندنا احتفالات بعيد الامهات في اخر اسبوع من شهر ماي اللي حضرنا لها ان شاء الله اغنيه جميله وحلوه برشا ديما اونديو ديما اونديو ما دام الام وحده نغنيو مع الحمد لله يعيشك امهاتنا الكل الامهات واحنا فما اغموني فما اون سيغتان اغموني بتاتخ خلقت بيناتنا
عسان انا وفيصل أي. اللي ولاو العباد حتى كيعرضوه واحد يقولوا له ويني لميا وانا كيعرضوني واحد يقولوا لي وينه معناتها نكملوا بعضنا فنيا ولله الحمد وللحمد دونك اللي باش يزيد يضاف على عرضنا الثنائي ان شاء الله اغنيتنا الثنائيه بمناسبه عيد الام ان شاء الله اللي باش نقدموا ان شاء الله في سهريه كبيره. الاغنيه اسمها امي هديه مغلاها ان شاء الله نتغنى حلوه برشا اغنيه ان شاء الله نخلي رايكم انتوما هو اللي باش نسمعوه ان شاء الله باش ومعانا باش يكون في الكوريغرافي في العروض الجايه ان شاء الله بعد للصيف نحضروا للصيف معانا رشدي بالقاسمي في العروض الكوريغرافيه ان شاء الله باش يامن التوستي كوريغرافي ان شاء الله. وحده ولا معاه مجموعه؟ لا مع المجموعه مجموعته باش يكون اي باش يكون شو كبير ان شاء الله نحضروا فيه المهرجانات الكبرى المهرجانات الدوليه علاش لا بعد عامين كوفيد كما انت قلت ليندا اكيد ان احنا كفنانين متعطشين باش نتواجدوا على معناها مسارح الكبيره في تونس والجمهور التونسي متعطش باش يرى فنانين تونس معناها فنانين تونس باش يقدموا الجديد نتاعهم اللي اكيد طبخ كما ينبغي معناها يعني نستنى خلال هالفتره الشو للمهرجانات الصيفيه وللصيف فيه لميا ريحي فيصل ريحي ورشدي بالقاسمي في الجانب الكوريغرافي دونك المحتوى باش يكون كالعاده متنوع اعمالكم الخاصه وحاجات متنوع اعمالنا الخاصه يعني متنوعة وكالعاده نمس التراث التونسي عندكم اغاني أكيد. خاصه للعرض هذا للشو هذايا في الصيف اي اي اي, أي, 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 أي ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله فما حاجات خاصه جديده ان شاء الله قاعده تحضر في الاثناء ولا تجب تحكي عليها قاعده تحضر في الاثناء باش تتبث ان شاء الله في اخر حد في شهر ماي بمناسبة عيد الأمهات في حصة تلفزيونية كبيرة إن شاء الله موافقة لميا ريحي العرض نذكر 23 أفريل هذايا الجاي في مدينة الثقافة في مسرح الجهاد عرض اسمه أهلا رمضان لميا ريحي وفيصل ريحي كما كنتوا تسمعوا في معناتها أغاني من الملوف أغاني صوفية أغاني شرقية والكل في معناتها شكل حوارات شكل غنائية حوارات غنائية وهو سبيسيالمون لشهر رمضان الفضيل شكرا لك لميا ريحي يعطيك الصحة شكرا لكم شكرا إذاعة مزايد ميرسي يعطيك الصحة لميا شكرا لك.